افتتح مؤخرا المعرض السنوي للسيارات المعدلة في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، حيث تم عرض مئات السيارات المعدلة من دول الخليج والعديد من الشركات المصنعة العالمية، وجذبت الأشكال المختلفة والأنواع للسيارات اهتمام الزوار. يعنى معرض السيارات المعدلة بالسيارات والشاحنات التي تخضع للتعديل في هيكلها ولونها ومحركها، فمثل هذه السيارة الوحش قام المصمم بتعديل اللون وأضاف شخصية الوحش ليبعث رسالة إلى الشباب أنه يجب على السائق أن يتحكم في قيادته، وإلا هناك وحش سيتحكم فيه. الآن بسبب عدم وجود وعي بالقيادة الآمنة أريد تمرير رسالة إلى الشباب، مفادها أنه يجب في السيارة السيطرة على قوتك خلال القيادة، أو أن ذلك الوحش سيسيطر عليك. إذا كان تغيير شكل السيارة ليس سوى عنصر تجميلي، فيعتبر تغيير الأداء أكثر شيئا هاما يركز عليه محبو السيارات المعدلة. مثل هذه السيارات التي تم فتح غطائها الأمامي، كانت المحركات الأصلية قد تم تعديلها إلى محركات عالية الأداء مع زيادة محرك التوربين من أجل توفير المزيد من القوة للسيارة. أما الأقوى منها فهي سيارة الإسعاف. هذا نقول عنها أقوى، فعلا هي الأقوى، لأنه ما في سيارة إسعاف تم تصنيعها يعني بمعدل 400-500 حصان ماكسيموم. هذه السيارة قمنا بتعديل محرك يستطيع أن يولد 2500 حصان، تستطيع وصول أي مكان وعر صعب في خلال فترة وجيزة. في الواقع هذه السيارة المعدلة تخدم خصيصا عمليات الإسعاف في سباق التحدي على الكثبان الرملية. تتجمع السيارات المعدلة من دول الخليج كل سنة في دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في سباق تسلق التل المرعب، وإذا شهدت السيارات مشكلة أثناء السباق فسيارة الإسعاف عالية الأداء هذا ستقدم المساعدة. وبالإضافة إلى تعديل المحركات يمكنك أيضا تثبيت شاشة تلفزيون داخل السيارة، وبذلك لم يعد السفر مملا. في الوقت الحالي لم يعد تعديل السيارات يعتبر عملية ترفيهية، بل أصبح تدريجيا صناعة تسهم في تطوير السوق، وذلك هو الهدف الرئيسي من تنظيم هذا المعرض. في دول المنطقة 2 مليار دولار، فهذه الأرقام في دولة الإمارات تنمو أكثر من الدول الأخرى كأرقام، إذا نسبة النمو أعلى. تبرز أهميتها في وجودها أنها مهمة للفئة، فئة الشباب، وفي الصناعات اللي موجودة في هذا القطاع.